نبدأ حلقتنا بأهم أخبارنا لليوم مشاهدينا. الخبر هذا مهم للجميع لأنه اليوم تحديدا في توصية كبيرة من علماء منظمة الصحة العالمية للدول بمواصلة استخدام لقاح استرازينكيا وذلك من حملات التحصين ضد فيروس كورونا. وبعد اجتماع للخبراء لدراسة مستوى سلامة اللقاح يعد تعرض أشخاص تلقوه لجلطات دموية. وأكدت كبيرة العلماء في منظمة الصحة إنه حتى الآن منافع التلقيح هي أكبر من الأخطار المرتبطة بكوفيد-19، وما لقوا أي رابط بين هذه الجلطات أو التجلطات اللي بتحصل للي بيتلقحوا مع اللقاح. إذن هي عامل صدفة، هي شيء بيحصل لأنه بيحصل، ما اللقاح ما له شغل. من جد لا تخوفوني يا جماعة الخير، يعني شوفي عبير الموضوع مرة ما يخوف لأنه فعلا في سالفة صارت، أنا ما أدري صراحة من قالها لي بالضبط، بس كانوا عندهم موعد للقاح والموعد حقهم كان يوم الجمعة، يوم الأربعاء البنت توفت بسكتة، يعني كان الفاصل يوم، يعني تخيل لو أخذت كان حطوا اللوم على اللقاح بالضبط. وأنا ما أتوقع أن اللقاح دخل عندنا إلا وهو آمن، أكيد طبعا مليون بالمية بالضبط. فارتاحي واطمني إن شاء الله ما في شيء خطر إن شاء الله يا رب. يعني يعني بصراحة المواضيع أو الإشاعات اللي زي كذا من جد مزعجة، لأنه في أشخاص هياخذوا هذا اللقاح، وهذا اللقاح تحديدا، يعني أنا بعد بكرة الموعد حقي، والحمد لله انه جاء الخبر ده اليوم عشان كمان ياكد لي انه مهما كان في اشاعات فبرضه يا جماعه في ناس اصلا كمان بتطمن علينا وبتشوف بتعمل الدراسات هذه عشان تتاكد هل التجلطات هذه سببها اللقاح او لا. الحمد لله ما قصروا طبعا هيئه الغذاء والدواء، وكثير من الاشخاص اللي بيقولوا الحقيقه فعلا لما بياخذوا هذا العلاج. يمكن كان تخوفي عشان موضوع التصلب وانا باخذ علاج ثاني، ولكن مهما كان انا عامله حاطه احتماليه وحاطه نسبه انه ممكن اتعب شويه، ولكن مو الدرجه اللي انتم بتحكوا فيها. شوفي عبير انا كثير قالوا انه بتتعبين وبيصير وبيحطوا، والله العظيم ولا شيء. بس انت اخذت الثاني اللقاح الثاني ما يفرق، يمكن هذاك شويه اشد، ما ادري، يعني انا اشوف انه نفس الشيء. صح، هو اعراض البريطاني اشد، يقولوا اعراضه كاعراض بعد ما تاخذي اللقاح متعبه شوي. انا ولا شيء الحمد لله الشكر. متوقعين يعني قالوا لي بتصدعين، بيصير فيك، يعني شوي كان الم يدي بس اللي هو اول يعني حتى اول ما طلعت لا عاد الوضع، بس لما صحيت من النوم كانه في كدمه. ايوه يعني معروفه هذه شيء بسيط، يعني ما يحتاج الخوف.